الستيك على طريقتي لهواية طلبتوها مني. تبلت الستيك بعصير ليمون وملح وفلفل أسود وبودرة كنور، هاي إضافة مني، وزرفته شوية بالشطر وبكاست آيرون أو أي طاوة عندكم، أهم شي تكون حامية زين. نحط شوية زيت الزبدة ونحط قطع اللحم ويا روزماري وثوم، راح ينطيها طعم يخبل. ننتظر 3 أو 4 دقائق، يلا نقلبها على الجهة الثانية ونشوح الأطراف بهذا الشكل، وأهم شي ما نظل نقلبها كل شوية. أنا أطبخها 12 دقيقة يعني 6 دقائق على كل وجه، وراح تشوفون بنهاية الفيديو شلون طلعت. وبنفس الطاوة نضيف شوية زيت وبخل جوانح، بس يذبل ويتغير لونه نضيف المشروم وخاشوقة صغيرة طحين ونقلب. وآخر شيء نضيف ماي حار، ربع كوب تقريبا، وشوية كريمة، ما تكثرون كريمة لأن تطلع كلش ثقيلة. ريحة خبز. ما ننسى شوية ملح وفلفل أسود، وهذا السائل اللي راح تشوفوه هذا مدم، هاي عصارة اللحم. ندير الصوص فوق الستيك ونروح نسلق شوية خضرة. أنا سلقت بروكلي وفاصوليا خضرة وجزر. ونصيحة مهمة، إذا تريدون الستيك يطلع طيب، جيبوا اللحم بنفس اليوم من الملحمة، واستعملت فيليه عجل لأن ما بيدهن هواية. جربوا هاي الطريقة وشوفوا شلون راح تعجبكم، وبالعافية مقدماً.